ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك، جابت مسيرة كشفية شوارع مدينة رام الله والبيرة بمشاركة محافظها ليلى غنام وممثلين عن الأجهزة الأمنية والبلديات ورجال الدين. تفاصيل مع رايا الشتاوي. على عزف الكشافة الوطنية، جابت مسيرة كشفية شوارع مدينة رام الله والبيرة استقبالا لعيد الأضحى المبارك بمشاركة محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام وممثلين عن الأجهزة الأمنية والبلديات ورجال دين. رسالتنا اليوم إن دائما لازم نكون مؤمنين بالله، إن هذا حقنا وهي أرضنا، برغم كل الصعاب، برغم كل المشاكل اللي عندنا سياسيا اقتصاديا، يعني إذا صح التعبير تآمر العالم أكمل علينا، ولكن نبقى دائما رافعين رأسنا، فلسطينيين شامخين، هذه أرضنا. رسالتنا اليوم لأهالي الشهداء، دائما نحن معكم، وبالذات في أيام الأعياد الشهداء الأحياء أسرانا الأحبة، كل عام وهم وذويهم بخير. ففي كل مناسباتها الدينية والوطنية تعكس فلسطين حجم التأخي الإسلامي المسيحي الذي ينبع من الوطنية والوحدة التي يعتز بها كل فلسطيني. كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير، مسلمين ومسيحيين. هذه أعيادنا الوطنية، بنشارك بعضنا البعض وبنحتفل مع بعضنا البعض. إحنا شعب واحد إن شاء الله ومصيرنا واحد. نتمنى إن شاء الله لشعبنا الفلسطيني التحرير بعاصمته القدس الشريف بدولة مستقلة، حتى نمارس أعيادنا وطقوسنا بحرية. هذا الاستعراض الكشفي في استقبال العيد يؤكد قدرة شعبنا على صناعة الفرح، متحديا مساعي الاحتلال لتثبيت الألم في قلوبنا من خلال إجراءاته القمعية المتواصلة. رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين.